في ظل توافد أعداد كبيرة من الزائرين صوب محافظة كربلاء المقدسة، تستنفر ملاكات الوزارة الاتحادية جهودها لتوفير الدعم الكامل للجهات الخدمية وأصحاب المواكب وضمان استمرار خدماتها على مدار الساعة. خطة تركز على ثلاث محاور رئيسية، الأول محور الوقاية الصحية والرقابة الصحية المتعلق بالأغذية والسوائل التي يعني العصائر وغيرها والمياه التي تقدم للزوار، والثاني الخدمات العلاجية المتوفرة من خلال المستشفيات والمفارز الثابتة والمتحركة وكذلك ردهات الطوارئ، والخدمة الثالثة هي خدمة الإسعاف الفوري وسيارات الإسعاف، ثم تأمين كميات الغاز اللازمة للزيارة إضافة إلى تأهيل وصيانة كافة معامل الغاز. ومنذ بداية الزيارة بلغ أعلى إنتاج ليوم أمس المصادف 11/0/40,000 أسطوانة. توفير خزين كافي من المنتجات النفطية في مستودعات شركة توزيع وشركة خطوط ومصفى كربلاء، وتوزيع كادر الفرع على محاور وقواطع، والتوزيع يتم موقعيا على المواكب الحسينية. الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي دعمت خطط المؤسسات الخدمية ورفعت قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للزائرين في زيارة 20 صفر بالاعتماد على التنسيق المباشر. تم تهيئة 8 ساحات خاصة لنقل الزائرين وتفويج الزائرين، بالإضافة إلى الساحة المخصصة للمواكب لوضع سيارات الخاصة بعفش المواكب. زيادة الأطلاقات المائية خلال فترة الزيارة واعتبارا من 1 صفر أصبحت هذا اليوم جدول الحسينية 27 متر مكعب بالثانية، وجدول بن حسن 20 متر مكعب بالثانية. من كربلاء المقدسة حسن المحنة، العراقية الإخبارية.